بلجيكا تحطم رقما قياسيا في قبول طلبات اللجوء خلال سنة 2016. وزير الداخلية يايان بون ينوي اتخاذ إجراءات أمنية بمحطات القطار الكبرى على غرار المطارات. في المغرب خطوة جديدة نحو حل حالة أزمة تشكيل الحكومة وتوجه للاحتفاظ بنفس الأحزاب الممثلة في الحكومة السابقة. صورة لطفل من بورما تغزو وسائل التواصل الاجتماعي وتثير انتباه العالم لمأساة مسلم الروهينغا. الأخبار الدولية تنقلنا إلى كل من فرنسا، تركيا والأزمة السورية. سلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا العرض الإخباري الجديد من قناة المواطن ببروكسل. أبدأه بتصريح لوزير الداخلية يان يامبون الذي أعلن أنه ينوي تطبيق نفس الإجراءات الأمنية المعمول بها في مطار زافنتم على محطات القطار الكبرى ببلادنا، ويتعلق الأمر بالخصوص بتثبيت كاميرات ذكية على مداخل المحطات. هذه الكاميرات التي تستطيع تمييز الأشخاص الموضوعين على قائمة المطلوبين للعدالة والأشخاص المشبوهين. هذه التقنيات أعطت نتائج مهمة بمطار زافنتم، حيث مكنت لحد الساعة من توقيف 30 شخصا على علاقة بالإرهاب، وذلك في ظرف أقل من شهر حسب الناطق باسم وزارة الداخلية. نبقى دائما في بلجيكا، حيث أعلنت المفوضية العامة لشؤون اللاجئين عن تحقيق رقم قياسي في قبول طلبات اللجوء ببلادنا خلال السنة الماضية. التفاصيل مع حازم فارس. سجلت بلجيكا رقما قياسيا جديدا في أزمة اللاجئين على المستوى الأوروبي، حيث أشارت إحصائيات المفوضية العامة لشؤون اللاجئين أن بلجيكا قابلت ما يزيد على 12,000 طلب لجوء خلال سنة 2016 حسب عدد اليوم من صحيفة لا ليبغ بلجيك، وهو ضعف العدد المسجل العام الماضي والذي اعترفت فيه بلجيكا ب 6,757 لاجئا و 4,805 سنة 2014. وذكرت الصحيفة أن الزيادة الحادة في عدد الموافقات البلجيكية على طلبات اللجوء هذا العام كانت بسبب تصاعد أزمة اللاجئين في سوريا خلال العام الماضي، خاصة أن بلجيكا منحت حمايتها على الفور لعدد كبير من اللاجئين السوريين. وأشارت الصحيفة إلى أن الأرقام الجديدة، وإن كانت تشير إلى أن بلجيكا تجاوزت أزمة اللاجئين على أراضيها، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، حيث شهد العام الماضي 2015 ارتفاعا مهولا في أعداد طلبات اللجوء في بلجيكا، والتي وصلت إلى 44,760 طلبا، إلا أن هذا العدد الكبير انخفض حتى شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 17,131 طلبا للجوء، وهو انخفاض بنسبة 62% ليصل إلى المعدل الطبيعي قبل أزمة اللاجئين. وأشارت الصحيفة في نهايتها تقريرها إلى أن الرقم القياسي الأخير الذي سجلته بلجيكا في عدد طلبات اللجوء على أراضيها كان في العام 2000، والذي تلقت فيه بلجيكا 42,691 طلبا باللجوء، وكانت أغلبية هذه الطلبات مقدمة من الباحثين عن الثراء السريع من دول البلقان، والذين لا يندرجون ضمن الدول المسموح لمواطنيها بالحصول على حق اللجوء في بلجيكا. ومن ثم لم تمنح بلجيكا حق اللجوء إلا 3% منهم فقط. وفي العام 2015 حصل 52.7% طلبا للجوء على الموافقة، وهي النسبة التي وصلت خلال العام الماضي إلى 54.8%، كان من أبرز المستفيدين منها اللاجئون من سوريا والعراق وأفغانستان. وينتظر أن ينخفض هذا العدد بشكل كبير خلال سنة 2017 نظرا للإجراءات التي اتخذتها أوروبا على مستوى تأمين حدودها، وكذلك الاتفاق مع تركيا بهذا الخصوص. في المغرب يبدو أن أزمة تشكيل الحكومة التي دامت حوالي 3 أشهر تتجه نحو الحلحلة. لنستمع إلى رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران. أنا استقبلت السي عزيز أخنوج، واستقبلت السي محمد العنصر، واستقبلت السي ملك عبد الله، وقلت لهم الرأي ديالي واللي عليه إجماع يعني في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه مادام تكسرت يعني البنية الأولى اللي كنا غاديين فيها، ولا ربما كانت غادية باش تنفتح على
احزاب اخرى بلا حتى شي حرج، يعني اننا نرجع للاغلبيه يعني السابقه. دونك حزب العداله والتنميه ان شاء الله الرحيم، وحزب التجمع الوطني الاحرار، وحزب الحركه الشعبيه، وحزب التقدم والاشتراكيه، وبدون شك غادي يكونوا كذلك مستقلين عن هذه الاحزاب يعني الاربعه. في الخبر الدولي، انتشرت صورة لطفل من مسلمي الروهينجا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ملقا على وجهه على الأرض. تفاصيل هذا الموضوع في الورقة التالية. هزت مشاعر العالم صورة الطفل السوري إيلان الذي ظهر جثة هامدة على أحد شواطئ تركيا، ما استرعى انتباه العالم لمأساة اللاجئين السوريين الذين يحاولون الفرار من أهوال الحرب في بلادهم. مؤخرا ظهرت صورة أخرى مشابهة، لكنها هذه المرة لطفل من أقلية الروهينجا في ميانمار. الصورة التي نشرتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي للطفل محمد شهيد، 16 شهرا، ممددا على الوحل بعد أن قضى في رحلة موت مشابهة. كان محمد برفقة أسرته التي حاولت الفرار من جحيم الاضطهاد في ميانمار إلى بنغلاديش، لكنها فشلت في استكمال الرحلة. مات محمد وأمه وعمه وشقيقه الذي لم يتجاوز عمره 3 أعوام، ووحده الأب زافور تمكن من النجاة وتحدث لوسائل الإعلام ليحكي تفاصيل ما حدث في رحلة الموت. قال زافور إنه كان برفقة الأسرة في رحلة هروب من قرية إلى قرية في ميانمار، لكنه فارق ذويه وقطع نهر ناف سباحة باتجاه بنغلاديش بحثا عن قارب ينقل أسرته. اتصل بعائلته يوم الرابع من ديسمبر الماضي للاطمئنان عليهم، وحينها سمع آخر كلمة أبي من ابنه الراحل. وعندما وصل القارب لينقل الأسرة إلى بنغلاديش، تدارك جنود الجيش الأمر فأطلقوا النار عليهم فاختل توازنهم وغرقوا في النهر. تحدث الأب لوسائل إعلام قائلا إنه الآن لا يتمنى إلا الموت. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة. باقي الأخبار الدولية تأتيكم موجزة ويقرأها عبد المجيد أمزيان. أحيت فرنسا الخميس الذكرى السنوية الثانية للهجوم على مقر مجلة شارلي إبدو الساخرة الذي نفذه جهاديون في 7 يناير 2015 وسط العاصمة باريس، وقتل فيه 12 شخصا. وشارك في التكريم بباريس عائلة الضحايا رفقة وزير الداخلية برونو لورو ورئيسة بلدية باريس. اعتقل الأمن التركي شخصين في محافظة إزمير للاشتباه بضلوعهما في الهجوم الذي وقع أمام مبنى المحكمة هناك أمس الخميس، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين. وقال والي إزمير إن المعلومات الأولية تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني قد يكون خلف العملية التي قتل فيها منفذ الهجوم، وضبطت أسلحة رشاشة وقنابل يدوية كانت بحوزة المهاجمين. أعلن وزير الخارجية الأمريكي جورج كيري الخميس أن الولايات المتحدة تشجع محادثة السلام السورية التي تستعد روسيا لعقدها في وقت لاحق من الشهر الجاري في أستانا عاصمة كازاخستان، وتأمل أن تسفر عن تحقيق خطوة في اتجاه السلام. وصرح قائلا في مؤتمر صحفي: نشجع اجتماعا في أستانا، نأمل بأن يكون ذلك في تحقيق خطوة إلى الأمام. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 26 ديسمبر إن روسيا وإيران وتركيا والرئيس السوري بشار الأسد وافقوا جميعا على إجراء المحادثات في أستانا، لكن لم يتم تحديد موعد لها بعد. صور هذه النشرة تنقلنا إلى مدينة الصويرة الجميلة بالجنوب الغربي للمغرب، وورقة تعريفية مع أنس مالكي. تاريخها يرجع إلى ما قبل الميلاد، فالفينيقيون جعلوا منها قنطرة للرسو في جزيرة موغادور حين كانوا يسافرون عبر البحر إلى الإكوادور. يوبا الثاني ملك موريتانيا الطنجية أنجز فيها معملا لصناعة الصباغات المستخرجة من المحار، وكان يصدرها للرومان.
بعد ذلك استقر بها البرتغاليون والسلاطين السعديون، فالفاتح الحقيقي والواضع مدينة الصويرة في مسارها الجغرافي والتاريخي هو السلطان العلوي سيدي محمد الثالث بن عبد الله الذي أوكل مهمة إعادة بنائها في نسختها الحالية إلى تيودور كومود في سنة 1760. مدينة الصويرة تحتوي بكثافة على العديد من الساحات والأسوار للآثار التاريخية الساحرة والعظيمة. هذه التحفة مليئة ببنايات أثرية متناسقة، إرث ثقافي من أجيال سابقة مع بنايات عصرية موضوعية، ونكتشف من خلالها أسوار صقالة بأبواب ضخمة. منذ العشرية الأولى من القرن 21 بدأت الصويرة تخرج من قوقعة الانعزال، سواء بالسياسات المركزية والمحلية المشجعة على الاستثمار في القطاع السياحي، وتجلى ذلك في إعداد البنية التحتية الملائمة من فنادق تقليدية رياض أو عصرية الفنادق المصنفة ومطاعم بمستوى عالي والتركيز على أوجه استقطاب السياح الرياضة البحرية. كما أن الصويرة نظرا لموقعها الجغرافي المتميز الواقع بين قطبين عملاقين في القطاع السياحي بالمغرب أكادير ومراكش تبوأت مكانة مرموقة وأضحت ضمن الأقطاب السياحية العالمية. مهرجان جناوة يبقى أحد الأنشطة الفنية التي أعطت للصويرة إشعاعا دوليا. عرفت بلادنا خلال هذا الأسبوع انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، ما ترتب عنه تساقط للثلوج في معظم مناطق المملكة، كما أن حركة المرور عرفت مشاكل كثيرة بسبب الجليد الذي يتسبب في انزلاق السيارات. تلتقون بعد هذه النشرة مع ورقة مختصرة لحالة الجو ببلادنا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.